بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيدة ميتا فريدريكسن رئيس وزراء مملكة الدنمارك، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بفخامتك وبالوفد المرافق ليك، أهلا وسهلا، سعداء بوجودك في مصر، وأيضا بمرور 65 عام على إقامة العلاقات بين مصر وبين مملكة الدنمارك. واسمحي لي أن أنا أقدر جدا جدا المباحثات التي تمت النهاردة وحجم التفاهم اللي أنا لمسته أثناء حديثنا، سواء على المستوى الثنائي أو حتى على المستوى الوفدين الرسميين. لقد تحدثنا مع دولة الرئيسة على المستوى الثنائي في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ويمكن الفرصة اللي موجودة في مصر سواء من كان موقعها الجغرافي أو البنية الأساسية المتطورة أو وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح إن احنا نتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البحري، واحنا مستعدين زي ما ذكرنا إن احنا في مصر إن احنا نقدم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر وبما لديها خبرة عالمية في هذا المجال. أيضا تحدثنا على إمكانية إن احنا نتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين، ودي والتعاون في مجال الموضوعات التي تخص البيئة، ده طبعا يعني ارتباطا بما الجهد اللي مصر عملته في استقبالها لمؤتمر المناخ في كاب 27 في شرم الشيخ. أيضا تحدثنا مع فخامة رئيسة الوزراء في موضوعات كثيرة، منها موضوعات حقوق الإنسان، وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤيتنا في مصر إلى هذا الموضوع المهم اللي احنا حريصين جدا جدا أن احنا في كل مناسبة نتكلم فيه مع أصدقائنا الأوروبيين على أن احنا لنا رؤية مهمة جدا جدا بنطرحها في أهمية في استشراف رؤيتنا في مجال حقوق الإنسان في مصر، والتي تعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كافة المجالات المختلفة، ودي طبعا طبقا للمعايير اللي حطها المنظمات والمنظمات الدولية في هذا المجال. أنا الحقيقة يعني وجدت تفاهم كبير قوي، وهذا التفاهم محل تقدير واحترام جدا لفخامة رئيسة الوزراء، وده أمر أنا بسجله دلوقتي. أيضا احنا تحدثنا على موضوعات خاصة بي في منطقتنا وأهمية العمل على إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير الشرعية، وإحنا هنا في مصر بنذكر دايما في مثل هذه المجالات إن إحنا بنقول إن إحنا من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر إلى أوروبا، وده التزام إنساني مصر ملتزمة به إن هي تحرص على إن هي ما تكونش أبدا يعني معبر لهجرة غير شرعية إلى أوروبا. النقطة الثانية تكلمنا أيضا إن إحنا مصر بتستضيف، وأنا بقول هنا بتستضيف عشان دي نقطة مهمة قوي، وما إحنا بنذكرش أبدا كلمة لاجي عندنا في مصر. إحنا مصر بتستضيف 6 مليون وقد يزيد دون أن تتلقى ولا تحاول أن تزايد لكي تتلقى شيء في دعم هذا التواجد، بيعيشوا كمواطنين داخل بلدنا إلى أن تتحسن ظروفهم أو طبقا للواقع الصعب اللي هم جايين منه في بلادهم اللي بتعاني من شيء من الاضطراب. وبنقول إن إحنا إذا كنا عايزين نحل هذه المسألة بشكل يعني متعمق قوي، مهم قوي إن إحنا أولا القضايا والأزمات اللي موجودة في منطقتنا مهم قوي إن إحنا نصل بيها إلى مرحلة حل لهذه القضايا والأزمات اللي موجودة وصولا لاستقرار هذه الدول التي باستقرارها ستعمل على ان هذه المعابر من خلال الدول اللي بتعاني من اضطرابات تتوقف وتستطيع ان تسيطر على حدودها البحريه والبريه ولا تشكل معبرا لاوروبا، وايضا تبقى سبب في استقرار هذا الامر. ده نقطه. النقطه الثانيه تحسن فيها ان اهميه ان مهم قوي ان احنا نوجد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح الناس أو المواطنين من إفريقيا إلى أوروبا أملاً في مستقبل أفضل وحياة أفضل، وده من إيجاد من خلال إن إحنا نوجد فرص عمل ومشاريع داخل
الدول الأفريقية، وده هيساعد بشكل كبير جدا في حل هذه المسألة. نقطة تانية احنا اتكلمنا فيها فيما يخص الأزمات الموجودة، ان المهم ان احنا نوجد حلول وبسرعة، وأيضا دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أيضا تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى إيجاد حل لها يساهم في خفض التوتر، وأيضا لما ليها من تداعيات كبيرة جدا على الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي العالم كله. وده أمر ده احنا نادينا فيه في COP27، قلنا كان في نداء أنا وجهته للعالم كله بأهمية إنهاء هذه الأزمة وهذه الحرب، حتى يعني تلافيا لتداعياتها على العالم كله. نقطة أخرى تحدثنا فيها أيضا هي الأزمة سد النهضة، وقلنا فيها وبرضو ده وجدت فيه توافق وتفاهم من دولة رئيسة الوزراء على أن أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الأسيويين. وده طبعا احنا بنقول ان احنا في 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الأسيويين. نحن نتفهم ان التنمية في أسيوبيا، وبنقول الكلام ده في كل مناسبة، بس بنقول ايضا واحنا بنوجد واحنا متفاهمين ده وايضا مستعدين نتعاون معهم فيه، ان احنا هذا لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال. والحقيقة أنا لقيت تفاهم لدى فخامة رئيسة الوزراء على أن الدولة اللي هي الأكثر جفافاً في العالم مصر ما عندهاش فرصة أنها تتحمل أي نقص من المية يصل لها في وقت من الأوقات. بالمناسبة ما كانش أبداً موجود على نهر النيل عبر آلاف السنين أبداً في سد موجود بيؤثر على المية، سواء كانت المية دي كتير أو قليلة. المية اللي كانت بتنزل الحصة اللي بناخدها منها هي كانت حصة ما بتتغيرش حتى لو كان في صعوبات، وكنا بنقبل ده. إذن هو المطلوب ان احنا نصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وانا اشرت فخامة رئيس الوزراء ان احنا بذلين جهد كبير جدا في ان احنا نستفيد من كل نقطة مية موجودة في مصر من خلال سواء كان المعالجة وعدد التدوير أو حتى من تحلية مياه البحر على البحر المتوسط والبحر الأحمر. لن أطيل عليكم، اسمحوا لي أن أنا أرحب بفخامة رئيسة الوزراء، أهلا وسهلا، سعداء بوجودك معنا، ونتمنى أنك أنت يعني استقبالنا ليك يكون استقبال يعني يليق بمكانتك، ونحن مقدرين ومحترمين وبنعتز جدا بفخامتك. أهلا وسهلا وأهلا بكم الوفد المرافق. شكرا جزيلا.